مساء الخير، كيف الحال؟ شلون تكون؟ بصحة وسلامة. كل الشكر لنادي الطب والإبداع على هذا المؤتمر الجميل. أنا مهند العلي، نيورولوجي ريزيدنت ار 4 ات كينج فهد جنرال هوسبيتال. اليوم حاب أخذكم في جولة نتحدث بشكل بسيط عن نيورولوجي. نيورولوجي هو كان واحد من تخصصات الميديكال، يعني انتيرير ميديسن، بعدين صار تخصص منفصل. الفكره اللي عندنا عن تخصص النيورولوجي انه وي ار ديلينج وذ برين اند سباينال كورد، which is right، بس في بارت مهم جدا احنا يعني وي ديلينج وذ which is بريفرال نيرفس سيستم. فاللي يحب ايضا يتعامل مع البريفرال نيرفس سيستم، اي مين ميديان نيرف، النر نيرف، بيرونيال الى اخره، فالنيورولوجي واحده من التخصصات اللي تهتم بهذا الموضوع، حتى كمان موضوع المسل ديزيز والمايوباثيز. فال وي ار كفرينج سنتر نيرف سيستم، بريفرال نيرف سيستم، اند مايوباثي. اي ثينك في محاضره تكلمت عن كيف تختار التخصص، فما راح اتكلم في هذا السلايد بشكل كبير. لكن نيورولوجي فور هوم؟ First of all، احنا لما الواحد يخلص السنه السادسه غالبا عنده اختيارين، اما تخصصات جراحيه او باطنيه او تخصصات تجمع ما بين الاثنين. نيورولوجي ميديكال فيلد، الفتره من حوالي 5 إلى 10 سنوات الاخيره صار في نيورولوجي انترفينشن، فصار في مجموعه من الميديكال ستودنتس والانترز they like to dealing with medical cases but with intervention. فالتخصصات اللي هي medical field وفيها intervention يجي في البال ثلاثة تخصصات أساسية، يعني gastro، بلمو، ونيرو، نيرو intervention. فصار neurology medical field بس فيه also intervention part. We are as same as medical في أغلب الأشياء. medical I mean in internal medicine، في اغلب الاشياء اللايف ستايل والحالات وطبيعه العمل از ريزيدنت اور كونسلتنت، يتقارن معنا كمان السيكاتري في اريا اوف انترست، فهم بس يتعاملوا مع نون اورجانيك ايشو، احنا نتعامل مع اورجانيك ديزيز وشويه يعني ديلينج وذ انفستيجيشن از لابز اند ايميجينج مور ذان سيكاتري. نيورو سيرجري اولسو ذي ار ديلينج وذ سيرجن اور سيرجري بارت اوف نيورو، وهي same area of interest intervention as I mentioned. طيب neurology intellectual mental issue، يعني احنا لما يجينا المريض الشيء الاول اللي احنا نفكر فيه lateralized and localized. فال disease اللي قدامنا الان ايش ال localization وايش ال lateralization، فهو mental issue we need to think about the localization and lateralization which is imagination part. خلاص، فهو يحتاج ان الواحد يكون عنده imagination part، يعني هذه من ممكن الواحد يتعلمها as a skills. ايضا النيورولوجيست need to be strong decision maker، احنا مو مثل السيرجن لكن في قرارات ممكن يعني كثيره نحتاجها، لانه النيورولوجي في inpatient part بس في part كبير هو consultation. فبيشن جاله ام اي وجاله ستروك، متى تبدا له انتي كواجلنت ولا اني بلاد ثينر؟ البيشن جانا في مثلا في ستروك، اكيوت ستروك، وي نيد تو ستارت هيم اون ثرومبولايسيس ولا ديف يعني بوش هيم فور ثرومبكتومي. كل هذه الاشياء احنا يعني نيد تو بي ديسيجن ميكر اور جود سترونج ديسيجن ميكر تو ديسايد ات. communication as انه يعني part of clinician works. لكن ايضا مهم جدا انك تعرف انه احنا راح نتعامل بشكل كبير جدا مع الايمج، مع اللابس، مع الالكتروفيسيولوجي، ف investigation يعني huge part of our works. طيب employment data هذه ماخوذه من American Medical Association، فهم عندهم هناك يمكن في فرق عنا، لكن النيورولوجيست almost 2.5% من الـ من كل الدكتورز. بس هنا في سلايد ان شاء الله يكون واضح، طبعا هذا ممكن يكون يعني يو كان كابتشرت، هذا اللي اغلب التخصصات ماخوذ من ام او اتش 2018،
شوز السب سبيشاليتي وكم موجود فيها نمبر اوف دكتورز وسعودي دكتور فيرزز ان سعوديز. ف نيورولوجي هنا اولموست من الليست 5 اور 6 كلينيكال سب سبيشاليتي في عدد الاطباء. فهذا يعني يعطيك فكره انه والله في مجال كبير الاطباء في مجال النيورولوجي وفي احتياج كبير للنيورولوجي. بروز كلينيكالي اورينتد يعني زي ما انتم عارفين interview the patient with history and full physical exam والاكزام حقنا مره طويل. ف يعني remain اللي يحب يكون clinician ويشتغل في المستشفى بشكل متواصل clinically oriented. exposure for fascinating conditions بتشوف حالات مريض يقدر يكتب وما هو ما يعرف يقرا اللي قاعد يكتبه. بتشوف مريض عنده عمى تام ولكن يمثل انه ما عنده عمى تام. بتشوف كثير من السندرومز الغريبه جدا اللي يعني كل واحد ما يتصورها. فاريتي اوف كلينيكال ديسوردرز فعندنا كوجنيتيف ايشو, عندنا ايبليبسي, ستروكس, بريفرنيرف او نيروباثيز, مسل ديزيز الى اخره. ففي فاريتي اوف كلينيكال ديسوردرز. ريسيرش اوف انتيتي وان اوف ذا يعني جود فيلد هو النيورولوجي. عندنا ويل ستراكشر تريننج بروجرام في السعوديه خصوصا في المين 3 سيتيز, في جدة وفي الرياض وفي الدمام. reasonable lifestyle مثله مثل بقية الميديكال سبسبيشاليتي. فإحنا يعني إذا الواحد يقارن نيورولوجي يجب أن يقارن نيورولوجي مع سبسبيشاليتي حقة الميديكال, يعني مع هيماتولوجي مع كارديو إلى آخره. as a resident عندك من 4 إلى 5 on calls وهي تعتمد بشكل كبير على السنتر. هي يعني انا كنت في سنتر الشهر الماضي خلال اسبوع ما دخل اي مريض, فالمناوبين شبه مرتاحين. السنتر اخر خلال الاسبوع الاخير دخل 16 مريض. فهو يعتمد على السنتر بشكل كبير, ولكن لديك متوسط من 4 إلى 6 انكولات في الشهر. غالبا ما النيورولوجي ما يغطوا 24 ساعه, ما بين 8 الى 12 ساعات. والكونسلتنت ينقسموا الى قسمين, انترفينشن or non-intervention neurologist. فالانترفينشن غالبا هم شويه هيفي لايف, عندهم 15 من 10 ممكن يوصل 15 كول بير مانث, ويغطوا كل حالات الانترفينشن خصوصا الستروك الاكيوت ستروك. non-intervention غالبا هم اون كولز ويختلف من سنتر لسنتر as consultant. مثل reasonable lifestyle مثل بقيه الميديكال سب سبيشاليتي. نيو تريتمنت وهذا يعني هيوج فيلد. يعني احنا من 2016 الى الان ممكن في الام اس اكثر من 5 إلى 6 ادويه جديده ظهرت, في الابليبسي 2 إلى 3 ادويه, في بيدياتريك سيندرومز also we have new treatments. يعني لو تشوفوا اغلب الفاسينيتنج او اغلب الموفي والنوفلز they are talking about neurology topics because it's fascinating. Cones, long time bear patients. فيعني will spend a lot of time مع المرضى, مع مريض يجيك تسوي له full exam تأخذ وقت طويل. فهذا واحد من الأشياء اللي ممكن تكون ما هي من الأشياء المحببة. في روتين, في مرضى كثير مثلا يخش لك في اليوم as admission ولا تشوف 3 مرضى أو 4, 2-3 هم regular routine cases, واحدة هي اللي ممكن تكون يعني حالة interest case. ففي روتين كيسز وفي كريتيكال بارت. فكل هذه الاشياء هي من الاشياء اللي ممكن واحد بالنسبه له تكون بروز اور كونز على حسب شخصيته. اللي يحب يتعامل مع اكيوت كيسز في الاي ار, اكيوت ستروك خصوصا ستروك اور ستاتس ابيليبتيكس اور ماستينيا كرايسيس الى اخره, النيورولوجي give you this chance to dealing with critical and acute cases. Also we have untreatable. دكتور مهند باقي دقيقتين. طيب untreatable or poorly treated. طيب عشان انا الخص يمكن هنا النقطه المهمه, financial income neurology يساوي طبعا في الحكومي الكل متساوي, في برا الحكومي ممكن يكون neurology يساوي بقية الميديكال فيلد إلا intervention
as we know يعني أي حاجة فيها interfacial مع المريض potential income is more. طيب disease we are dealing with stroke وstroke الآن في new era. إحنا الآن في thrombolysis with prolonged window عند interfacial cases في النيورولوجي تغير أو stroke management تغير من إنه secondary prevention صار في primary intervention مع المريض و good number of cured patients. Epilepsy وطبعاً هذا وهذه أيضاً هي سب سبيشاليتي في النيورولوجي. فعندنا ستروك، عندنا إبليبسي، عندنا MS and autoimmune، وعندنا movement disease، cognitive and Alzheimer disease، neuro intervention neuro infectious disease، neuro ophtha and neuropsychiatry and headache and rehabilitation. هذه هي سب سبيشاليتي اللي في النيورولوجي. طبعاً أنا عندي فيديو، الفيديو هذا ممكن يأخذ وقت شوي، لكن Saudi board program 5 سنوات. السنة الأولى تأخذ internal medicine، نهاية السنة الأولى في OSCE exam ما في written exam، بعدين السنة الثانية تترقى من السنة الثانية للسنة الثالثة ببروموشن exam، بعدين من الثالثة إلى الرابعة part exam هو first part يعني shift you from junior level to senior level، من الرابعة إلى الخامسة promotion also، وفي نهاية الخامسة تخلص ال training with second part. في yearly promotion exam وغالبا احنا نغطي inpatient و clinics. ال outside rotation هي EEG EMG و neuroradiology و neurosurgery و pediatrics من شهرين الى 3 أشهر في كل تخصص. في النهاية استخر ثم استخر ثم استخر. الأغلب اللي تشوفوهم ممكن ما كان أيام الكلية مختارين هذا التخصص، ولكن الله سبحانه وتعالى يسر لهم اختار هذا التخصص. فالاستخارة جدا مهمة، وخل جزء من دعائك سواء في سنوات الكلية أو في internship أن الله يسخرك في العمل الذي هو خير لك في دينك ودنياك، وعاجل أمرك وآجلة. في أمريكا سووا استبيان على الانترنز، وجدوا أنهم ما في ولا واحد منهم جلس ساعة مع نفسه لاختيار القرار. فيحتاج أن تجلس مع نفسك بدون أي ضغوطات، بدون أي أحد، بدون أي مؤثرات خارجية، وتفكر في التخصص المناسب لك، واجعل خطة A و B و C. إذا ما ربي يوفقك في أحد التخصصات فالتخصص الثاني أكيد أن يكون مناسب. وغالباً الميديكال فيلد الكل يعمل لمساعدة مرضى، الكل في عملهم في جزء كبير من العلم والعطاء. ولا تنسوا تفكروا في النيورو ميدياتريك، لا احتياج كبير وعدد الأطباء فيه قليل. وشكرا لكم. دكتور في سؤال هنا من الشات يقول هل المستشفيات محددة في بروجرام من يورو أو ممكن تكون في التيرشري والسكندري؟ ما فهمت. المستشفيات يعني اللي تقبل اللي فيها البرنامج النيورو لازم تكون المستشفيات السنتر بس؟ المستشفيات اللي تقبل في جدة 4-5 سنترز، وبعدين هي ممكن واحد يسوي يعني في switching rotation يروح ما بين المستشفيات، بس هو عبارة عن سنترز، هي عبارة 4-5 في جدة، 4 أيضا 5 في الرياض، 3 في الدمام. فهي في أبها الآن صار في بروجرام بدأ ويقبل أظن 1-2 في السنة. طيب يا دكتور يقول هل في برنامج نيورو في المنطقة الجنوبية؟ ايوه في ابها بدا برنامج نيورو، اظن السنه هذه او السنه القادمه راح يبدا برنامج نيورو، يقبلوا من 1-2 في السنه فقط. يا دكتور في هنا طالب برضه يقول ارجع للسب سبيشاليتي السلايد، يبغى ياخذ صوره عنه. طيب يعطيك الف عافيه يا دكتور.